أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أينما كنتم وحيثما وجدتم داخل وخارج الوطن الحبيب، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. اشتقت الجنة ودخلتها، ولالا فاطمة الزهراء جالسة في قبتها، أحسن والحسين عند ركبتها، وسيدنا علي بزين وقبالتها. نحييكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وكما جرت العادة نحييو مع بعض ضيفكم وضيفنا، ضيف حصة اليوم الأستاذة معمرية زبيدة. إنها من مواليد مدينة سقهراس العريقة، من أسرة كثيرة الأبناء، كانت هي الأصغر بينهم. مرت بمراحل عديدة في حياتها المهنية، حيث كانت باحثة جامعية، مدرسة للغة الفرنسية، إطارا ساميا بوزارة التربية والتعليم، ثم بوزارة الثقافة. بالموازاة مع هذه المسؤوليات، ألفت بعض الكتب تحاكي فيها المجتمع الجزائري وتجربتها في الحياة. إنها الكاتبة زبيدة معمرية. مرحبا بك زبيدة معمرية في هذا العدد الجديد والمتجدد من الوجه الآخر. إن شاء الله نعرف شوية الإنسان والوجه الآخر نتاع زبيدة معمرية. صح، نزيد نضيف لك على البقالة تاعك واحد الكلمة على فاطمة. تفضلي. يسعدك يا الزهرة، نحن نقول لها الزهرة. نعم. عمرتي دارك بحسن والحسين هما جيرانك. هذه باللغة الدارجة تاعنا المحلية. ما شاء الله، يعطيك الصحة ومرحبا بك مرة أخرى، وشرفتينا يعني. شكرا. بمجيئك وحضورك. تعودت نفتح الحوار مع ضيوف اللي جازوا في الوجه الآخر بمقولة. اليوم اخترت كونفيسيوس. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. اختر عملا تحبه ولن تضطر للعمل يوما واحدا في حياتك. واش تقول لنا زبيدة معمرية؟ Je vais répondre par un autre proverbe شعبي. ما شاء الله. اخدم يا تاعس بزهر الناعس وياكلها الراقد بسهولة. هكذا. ce proverbe que je cite dessine la configuration sociale qui était féodale. نعم. واحد يخدم الاخر راقد والاخر ياكلها بسهوله، يعني سي لا كومبوزيسيون دو لا سوسيتي فيودال. اخدم يا المشحاح وكلها يا المرتاح. نفس في نفس الباب يعني. كيف 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 يعني العمل، العمل العباده. يعطيك الصحه. لما واحد يبدا يخدم يخدم ويتقن، كانه يصلي كانه يعبد. او زبيدة معمرية، كيس كي فو موتيف تو لي ماتان؟ جو سوي اون بيرسون اوبتيميست، جو فوا توجور لو بون كوتي دي شوز. نعم. جو ديمار دو بون بي، اي جو مي سو روندو كونت كو سي ان كومبورتمون، سي كوم سا كو فوا لا في. انا نوض بكري ياسر، نوض مع الفجر، نعمل الواجب. لازم. لازم. ومن بعد نبدا نكتب. هذاك في التوازن يعني. الصباح. صباح بكري، لان ما كانش الغاشي وما كانش مني، ما كانش الحس، باسكو كي نضل نكتب نكتب لازمني نعزل. ما نحبش معايا العباد بزاف. كان يقول لي مره امين الزاوي نحييوه، قال لي خطر في الليل تطبخ الحاله. ايه دوشه. يعطيك الصحه. انا الصباح. والصباح صباح انا وقت الوقت كل شيء واجد تاعي. يكتب. نملك هذاك ليسباس طون تاع موا. نعم. كل يوم الصباح تكتبي. صباح. نعم. وبعد بون لا جورني تبدا هكذا. والله. وتكمل ثاني بالكتيبه. في الليل نرجع لورديناتور
ونبحر طب. وكيفاش جيتي للكتابة ولا الكتابة جات لك؟ انا قريت بالرومية على بالك، نعم، انا مشني صغيرة ما دونك زلتي صغيرة ما جو شاء سوي الله. دو فورماسيون فرونسيز، نعم ولكن نتكلم العربي، العربية المحلية تاعي سالمة يعني. قريت بزاف، كنت تقري تشوقك هذاك، وبديت نكتب صغيرة يعني، وكنت نكتب ولكن ما كانش عندي في بالي نهار رايحة ننشر، ماشي هذيك ما جامي خطرت في بالي نكتب هكذاك بار بليزير، نعم مي جامي جو بونسي ان جور بوبليي. اي بي بون سا سي في كان ميم ناتوريلمون. ناتورالمون، تري ناتورالمون، نعم et j'ai du plaisir à écrire, à communiquer avec mon lecteur. كيفاش يشوف الجو العائلي، المحيط اللي يقرب ليك يعني في المجتمع، كيفاش يشوفوا الكاتبة زبيدة معمرية؟ ما نفخرش، يعني ايه ما نعملش، فاجأتيهم ايه بالكتابة. جيتهم شغل حاجة جديدة يعني ما كانوش ينتظروا فيها. نعم ايه ولكن أول كتاب اللي خرج قعدوا يخزروا لي يعني، مازلتي راح تزيدي ولا راح تحبسي هنا؟ واش هو أول كتاب كتبتيه؟ أول كتاب كتبت واحد الكتيب، مش كتاب كبير يعني، قصة ما بين اسمها لا شان دو لاميتيي، هي مراسلة ما بين بنت جزائرية أدوليسانت نعم ليسيان مراهقة. إيه، وأخرى في غزة، كانوا يتكاتبوا، هذيك عايشة مأساة الجيرة نعم دونك، وي. والألجيريان يعني عايشة عايشة في إيه، أمن وأمان وسلم وبين في وسلام. الرسائل تاعهم كانت تشوفي لو دوغري دو ماتوريتي دي دو في، مش كيف كيف هذيك عايشة في محيط وين العنف، وين كانت عندها نضج، نعم على البنت الأخرى اللي عايشة في السلم وعايشة في البونور ان كيلكو سورت، وفي لي لاتر تاعهم يحاولوا يتفهموا الوضعية تاع في العالم، والوضعية تاع باليستين، والوضعية تاع الجزائر نعم عبر الرسالات هذوكم. بصح مها هي البنت الفلسطينية ما حبتش يكون بيناتهم، ما حبتش تبعت الصورة تاعها، لأن نهار اللي تجي الجزائر راضية تروح لها ليغوبوغ وباش تستقبلها، كانت في شاز غولانت، elle avait perdu ses pieds dans un bombardement، نعم وكانت عندها قصة تانية غرامية، بليان نضال اللي كانت تحبه من أطفال الحجارة مات، وجات بهذاك الغيط تاعها جات الجزائر هنا باش تعمل ان فيلم على شريط على الجزائر، لأنها تحب الجزائر. وانت يا بالك ربما تاني عشتي لي زافخ دو كولونياليسم، انا بنتي انا انت ولدت يا مع، عشتي الاستعمار انا ولدت وويلات مع الجيرة، ولدت في الجيرة، ولدت في البومباردمون. ايه هذه هي المحرك ديالك يعني اللي جي خلاك؟ فيكو دونك لي غير، نعم جو نو كوني با لا بي، ما نعرفش كيسكو سيكو لا بي، بوزي فو لا كيستيون، وي موا جو نو كوني كو لا غير. Alors, on me demande aux Algériens de ne pas être violents. Pardon? Mais l'Algérien n'a connu que les guerres. لازمنا ان ثيرابي دو جروب. Thérapie de groupe. On a vécu les traumatismes de la guerre. On a vécu. Oui, ce sont les séquelles, Des donc, séquelles, et je suis le sûre que خوف. les sont comme moi. Oui. لأن الجيرة تخلي آثار، تخلي بصمات تاعها اللي نعم، ما نعم. تتمسحش بين ليلة صح، ونهار يعني. صح. واش هما الذكريات اللي قعدت راسخة في ذهنك من وقت هذاك الاستعمار الفرنسي يعني؟ احنا كنا في مدينه محاصره، نعم. سي لا باس دو ليست، وي. اي تدخلي باللي سي سوق أهراس. اي سوق أهراس، تخرجي باللي سي باسي، نعم. وانا كنت نقرا في قسنطينه، يعطوني اللي سي باسي يعني محدد ايامات نعم. جوست باش نعمل فواياج، باسكو اون ايتي دون اون زون انترديت، اي دونك اون ايتي كونسيديري كوم دي بيرسون دو با سيركولي. نعم. هذاك الوقت كانوا الجزائريين بالك إلا قراو يحبسوا في الفان ديتود، كيفاش زبيدة معمرية انا هربت لهم؟ هربت كيفاش هربتي لهم
وانتي سوقها راس حاولي تقري محاصرة. في هذاك نعم فراغمون ديستوار بغان دو كرويونس جو راكونت كومون جو سو رونتخي ليكول كيفاش وانا دخلت ماذا انا بيا انت تحكيها للجمهور. كيفاش دخلت للمسيد نعم النهار اللي رحت انا واختي باش تكتبني في تسجلني في مدرسة. في المدرسة الكبيرة هذه. شوفي الزمان كيفاش يدور، صبحت اختي مديرة فيها. ما شاء الله ما شاء الله. نهار اللي رحت باش نسجل كانت عند اختي، جابت لابسه مليح وكل شيء، كانت بكري لحفه مصريه نقولوا لها تري اليغون اليغون كنت شابة. لابس، ولكن دخلت عربي عربي يعني ما كانش الورقه تاع العمر تاعي كما نهار اللي ولدت عملوها ما جدوهاش نعم يعني عندها 6 سنين. ايه راحت باش تسجلني بهذيك الورقه، اي بيان اللي كانت تكتب هذيك خزرت لهاش حتى، وانا معاها شفتي حست حلت الورقه هذيك خزرت شافت التاريخ وبعدت الورقه طارت الورقه هاك طاحت لي هي. راحت اختي لمتها من الارض يعني انا ما دخلتش المسيده ميم طون كلي زوطخ، ديجا بديتي بلوميلياسيون. قعدت هاك ما فهمتش علاش، شفت غير الورقه طارت والقرى راحت ورفدتها، ومن بعدها باش يطلعوا لي الورقه هذيك فالي اتوندر. دونك انا ما دخلتش مع دخلت متأخرة. اخر نلقى روحي في قسم غير الفرنسيس، وانا ما نعرفش نهضر بالفرنسويه يعني بنت ما نعرفش إيه لغة الأم ماهيش اللغة ايه الفرنسية. دخلت فداك كلهم لابسين ما وحنا انا شاء مش ني الله كيفهم مش ني زيهم مش ني شفتي لابسه كيفهم ما نشبه لهمش. صح قعدت في هذاك القسم وعجبتني، عجبني القسم وعجبتني المعلمة، القاعدة المعلمة وعجبتك بكلش منها يضوي بلوندا شفتي. وكل شيء بلوندا طبيعية. طبيعية يعني وحاجة صغيرة على بركي الحاجة الباهية جلبوا تجلبه. الجمال والجمالة وربي يحب الجمال. وقعدت هكذا وصحوا كي تبدأ تقريهم وما يفهموها انا ما نفهمش، يرفدوا لغدواز نرفد معاهم لغدواز بصح انا شي ما كاتبه ما نكتب. تجي تضربني على يديا هكذا بي ابخي جاوني فهموا بلي فهموا. ما نقعدش في هذاك القسم، نعم انا نعم غلطه كبيره عملوها شفتي. رفدوني هكذا هبطوني الدروس حتى تحت خلاص، وكانت فيهم غير بنات العرب يشبهوا لي هذوك انا ايه وياهم ما عجبنيش الحال. شفتي القسم كان ظلمه ولفتي البلوندة هذيك هذيك واقي. البلوندا، والقسم كان ظلمه شويه، والمعلمه كانت كذا شي مره كبيره تلبس الطبليه كحله، نط نبكي ما عجبنيش الحال. بعدها بشويه حتى شفت نعد حطت له تابلو تاع اللانجاج، تابلو هذيك فيه واحد الفيرما وفيه فيه واحد الحوايج اللي عمري ما شفتها انا يعني انا بنت مدينه مانيش نعرفش مش حاجه تاع الريف نعم ما عرفتش كيفاش لاباسكور وكان وي ولا بنتاد ولو كوك لا بول. دخلت يعني الحيوانات للمسيد من هذاك الباب ما شاء الله. تم كان فرق يعني بين عيناني يعني ما شو ما يحاولوش شفتيه بعد كي تطلعي يبدو يفرزوا يديروا لو تخي. الفرزه الاولى يبعثوا شي عباد يبعثوهم للفان ديتود، واخرين شويه يشوفوها كبرت يخرجوها كامل تخرج برا يعني مثلا. انا هربت لهم، لا كيفاش هربتي لهم هربت وسلكتي؟ لهم هربت لهم ممكن كانت عندي بتدخل عندي نتائج مليحه ولا ما نجموش يعني صح. يبعدوني، ما كانش ايه لا بروف لي لا بروف. Et donc j'ai pu aller au cours complémentaire et puis après j'ai passé le concours d'école normale. ما شاء الله. وبعد نهار خرجتي من l'école normale نعم يعني لازم نحكيها لك. احكيها لي. كنت انا وبابا وكانت ليسي باسي تاعنا 58 59، l'école 58 59 58 59 فين كنتي يعني واش هادي باش ندخل l'école normale. l'école normale رايحة جي باسي الكونكور باسكو ليكول نورمال لازمك تعقبي الكونكور باش تدخلي، ما نعم. تدخليش هكذاك بلي نوت برك. نعم وليكول نورمال سيتي كونستانتين. كونستانتين نعم كنت انا وبابا وليسي باسي عندنا غير 3 ايام باش نتعقب الكونكور ونجيب لي ريزولتا ونروحوا يعني لازم ليسي باسي سورتو بابا نعم. راجل ما يسيركول سان ليسي باسي مستحيل. صح عاد باش يعطونا لي ريزولتا جات لا ديريكتريس قعدت هكذا فوق الدروج باش تعطي لي ريزولتا، قالت بروميير مالموزيل
وبعدين قدرت لواحد المرأة تهضر معاها. انا قلت لبابا يا نخرجوا، انا ما نجحش سبحان الله، مع هذيك مع هذيك مع هذيك مستحيل ما نجحش. بروميير مالموزيل مام ماريان، ما شاء الله بابا كيلبس الشاشية، ما شاء نحى الله، الشاشية قال عدين الأرض، رمى الشاشية في الأرض بالفرحة هذه، بالفرحة. ما شاء الله، المهم ما كنت تهنية يعني. ما كانش ما كانش ولو ما كانش يتخيلها، وانا تاني ما كنتش نتخيلها. انا قلت ننجح بروميير، كان فخور بنته، وانا خرجت انا الاولى تاع ما شاء لا الله، بروموسيون هذيك، انا هي اللي ما شاء الله، ما شاء الله. سيتي كلكو شوز آه وي، كنت اكستراوردينير. في قسم داخلي يعني. لازم اللي يكون نورمال سي داخلي، ما عنده ريجيم نعم. تاعو داخلي. وكي ربحنا اون ايتي اتاكي، لو تران ايتي اتاكي، قعدنا ابلا فونتر في التران حتى نويني باش جو، جت العسكر وكل شيء باش خلونا، خلو ترى يمشي بلا ضو. اون ايت اريفي قريب على 10 تاع الليل، 10 تاع الليل الكوفر فو، صح، كومون سيركولي، كيفاش راح تمشي من التراب من لاكار حتى للدار؟ للدار، نعم. ماشيين في الطريق رفتينيتين. هادي ايام، الكير، هادي هي لاكار، ما جي فيكو سا. اي سي بور سا اللي قعدوا لك هاد لي سيكال، اي هذا بيا الخوف، كونستانتين حضرت دو فيجو كيفاش قتلوا الحملاوي اللي كان مع مريم بوعدوره. نعم. كنت في، كنا في لوتيل بروناش، لا روي بروناش، وهي واحد الزنيقه ضيقه تم عملوا له حكموهم، حصروهم تم وقتلوه في الارض هكذا، شفت انتي الكرشه شفتيهم؟ ويضربوا يقتلوا يزيدوا يتيروا عليه. ربي يحفظك. جي فيكو سا، جي فيكو، دونك سيتي با اون بيريود. احنا نقدر نقولوا باننا محظوظين يعني، ما عشناش، بصح نجموا تسعدوا ربي. امهاتنا عاشوا وجداتنا عاشوا مأساة خالاتنا. كبيرة. انا نشفى لجده، كانت غير كي تحكي واش عاشت، انا كنت أني كتبت نتوجع. على الجزائر نعم، أول مرأة هذه اللي كنت شهيدة راح نقول لك عليها، اول ماتت مرأة شهيدة. 19 نوفمبر 54، واسمها الجزائر، واسمها الجزائر ما شاء الله. يعني. وكانت من سياعة كل حال، ولا من كان يتكلم عليها. نعم. حالت لي عادوا يروحوا فك المنطقة هذيك، ما ماتت غير هي وحدة، ماتت بتجي مختار بالفم الملا، ماتت نعم بتجي مختار ان غران ليدر. ولكن انا حوست فركت حتى نصبت اختها وبنت اختها اللي هم دركا قايمين في عنابة، وتكلمنا. قلت لها نجم نهضر عليها نجم، قالت لي احنا درك سكتنا 50 سنة واحد ما هضر عليها، يعني بالنسبة لنا احنا ما كان له. قلت لها خليني انا نتكلم عليها، يعني اعطوني شوية معلومات. نعم. كتبت عليها رواية، وكتبت عليها سيناريو تاع فيلم، ويعني خرجتها من ذاك النسيان. نعم، كانت منسية تماما. يعطيك الصحة، هذه قاومت يعني وجاهدت، سبحان الله العظيم، ماتت سلاح في السلاح في يدها. يدها، ماتت السلاح في نعم، يدها، وماتت إيه؟ هي قبل بتجي مختار. أقبله، نعم. 54 لو 19 نوفمبر 54 أول شهيدة. كيفاش ما تكلموش عليها هذه أول نساوها شهيدة؟ نساوها؟ نساوها نساوها، كانوا يتكلموا على الرجالة. هي المسكينة منطقة ريفية، يعني بيزان زي هذا، شكون راح يتكلم عليها؟ نساوها برك. يعني في الكتابة ديالك تعالجي وش من المواضيع كل اللي تعالجيها؟ التاريخ، لأن التاريخ مش معروف عندنا، وتاريخ كل ما تتحديش أنت عبر القصة الرواية لازمك ستانتيمونياج. أنا عندي ما نتكلم على التاريخ لأن عشت، انت شاهد حي يعني. مازلت عندي حاجات نقولها. ولاحظت باللي الولاد في المدرسه ولا خارج المدرسه ولا هكذا، تحدي مع جون، تحدي عليه على اي حاجه في التاريخ، يبقى يخزر لك، ما يعرفش، ما يعرفش تاريخه. واللي ما يعرفش بلادنا ما تاريخه، شاء الله، واللي ما يعرفش التاريخ تاعو ما يعرفش شكون هو، ودونك ما يعرفش لي سورس تاعو، ما يعرفش وين يروح. دونك جو مسيو دي انا منها معلمه، انا مربيه، وما نعرف شويه، نعرف نكتب، وعلاش ما نعالجش شويه جانب من التاريخ تاعنا. نعم، اعطينا نبذه تاريخيه على سوق اهراس والمنطقه تاع سوق اهراس.
جي كري كتبت كتاب اسمه لا 23 اور، وهو يتحدث على لا غراند باتاي دو سوكاراس كي ا يو ليو 25 افريل 58. وهذيك لا باتاي ا ايتي ديسيزيف بور ا ايتي ديتيرمينانت عند فرنسا بور لي سويت دي زيفينمون. بكري كانوا مش محب عاطين قيمه لا غير دالجيري، كان يقول لك لي سي اون ريفولت سي ريان دو تو سني بالعقل، ويسكتوا فينا ويقتلوا فينا. نهار اللي شافوا لا باتاي دو سوكاراس كي ايتي كان ميم تري 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 ميرتريير، مات فيها عباد بزاف. الله يرحم ذاك النهار الشهداء. قال لك هذاك النهار سي اون غير اي فو امبلويي لي غران مويان. جابوا عاد لارتيري لورد، جابوا لي افيون، وجابوا لي زيليكوبتر كون ابلي لي بانان. لا فرنسا بي اشتي بارتيكولييرمون بور لا زون هذيك، شرات كون ابل لي زيليكوبتر لي بانان. اللي تحط في الجبل هذيك تقدر تحط في اي منطقه، وبهذيك يعني حاولت تقفل تغلق البيبان تاع تونس بار لي دو لين شالي موريس، دو لين الكتريفيي. نعم في جهة المغرب اون سول لين، ما جهة تونس دو لين. دو لين الدرك المين تقتل العباد مازالوا، لي مين مازالوا مازالوا من القالة حتى النجرين حتى نتبسة، تعرف دي نتبسة ملغمة كل. ومنين مصدر كلمة سوق هراس؟ سوق على بال النبي. سوق هراس، هراس على بالك لو ليون، الصيد، السباع كما تقولوا انتم. نعم. لأن المنطقة هذيك جبلية وكان فيها كان سباع. نعم. وقت كانوا يديروا الصيد نتاع أسبوع. كاين واحد الفاميليا واسمها الصيد. نعم. وعلاش اسمها الصيد؟ فرنسا اللي سمتهم الصيد، اللي كانوا يتبارزوا مع الصيد يجيبوا لها حي. باش يدوه لي سيرك ويدوه أقوياء هذو، يدوه لا فامي الصيد هادية معروفين. وآخرين يقول لك لا، ملعب السيودة هي ديك المنطقة هذيك، السيودة في الليل يجوا يشربوا، كاين واد تما، يجوا في الليل يجوا لتما يحطوا. وسوق هرس هذه راهي ميلينير ديستواغ بليزيوغ فوا. ابسولومون، سي اون فيل نوميد. احكي لنا من قبل. نوميدية. اي نوميدية، نعم. اي دونك كانت عندها وليدها سانت اوغستان. سو سانت اوغستان كل في اوروبا يقول لك من تونس. لا لا، والد في لا لازم مسقط راسه سوق هرس. لازم نقولوها ونعاودوها ونكرروها. وامو مونا، مونا نوميد، سانت مونيك يقولوا لها باللاتينية. وباباه كان ولد تما وقرا في سوق هراس ليكول بريمير كما تقولي انت، في سوق هراس. بعد يروح لكارتاج يقرا، ويعاود يجي يقرا في مادور، لان مادور سيتي اون تري غراند يونيفرسيتي، كانت جامعه كبيره. نعم. ما مدوروش على 12 كيلومتر على سوق هراس. نعم. هو يعني اللي يقول celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion. Oui, et lui il dit autre chose. Non. Il dit Dieu, je t'ai cherché partout et tu étais dans mon cœur. Allah. C'est-à-dire ma كان لا تروح تحوس عليه. لا في الكنيسة، لا في مسجد، لا في Dieu est dans mon cœur. Donc il dit راك هنا في قلبي. ويقول لا مزور دو لامور سي ديمي سون مزور. سي ان هوم كي بوكو ايمي، لا يعرف قيمه الحب، يعرف و لامور ديفان اوسي. نو دابور لامور هومان. هاي تكلمي لنا على لامور. الى او لا اون في تري موفمونتي سورتو ا كارتاج. نعم. الى فيكو دونك الى يو ان انفون، الى فيكو افيك اون فام. اي بوي بون سا مير نيتي با تيلمون داكور، باسكو سا مير ديجا كانت واعيه، كانت حاسه باللي لازم وليدها يطيع ربي. هذاك سيتي الديبي دو كريستيانيزم. نعم. ما كانتش كانت غير لا ريليجيون جويف، لو جودايسم. نعم. هذاك وين بدات لو كريستيانيزم. ومن بعد دخل مع امه ودخل في هذا السياق وبدا يحوس على ربي. الى شيرشي ديو.
Et c'est un spirituel, c'est-à-dire le maître d'Amandouche a déjà fait ça. Et il avait pensé aussi à créer la cité de Dieu, la cité de l'homme. La cité de Dieu, c'est-à-dire une cité, l'insan, l'abd, ma yqdarlahch, yani, يروح لها كي لما يموت. Ou la cité des hommes doit être à l'image, un petit peu à l'image de la cité de Dieu, c'est-à-dire une cité où les êtres humains, يقدروا يعيشوا en paix et en bonne intelligence. Donc, كان ناوي يرجع لسوق راس ويكون منها la cité donc, des hommes. Voilà. الحديث شيق زبيدة معمرية يعيشك. يعيشك. سيدة زبيدة معمرية، وش هي الصلة اللي تربط الحمام مع الإسلام؟ الحمام En en terre terre d'islam. d'islam. نعم. Oui, j'ai écrit ce livre parce que j'avais envie de montrer l'importance de l'hygiène dans l'islam. لأن ما تروحيش تعبدي ربك وانتي مش نظيفة. Je parle de النظافة. Je parle pas de la pureté. نعم N'est-ce pas? Je طهارة parle يعني de il faut être propre pour parler à Dieu. والنظافة من الإيمان. وخرجت donc le principe fondamental de l'islam c'est النظافة من الإيمان. نعم C'est un principe de base, c'est une valeur. نعم Et donc l'hygiène est requise en islam. كي جا الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد تاعو. بنى المسجد. نعم وهنا كان يقول العمل العبادة هو بدأ يخدم. خدم معاهم. كي جا عمه وقال له ما تخدمش انت رسول، قال له لا مانيش في حالة وحي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كي جا لمدينة يثرب، المدينة المنورة، كانت المدينة يعني مبنية وعندها مبنية، أهلها. وبنى بنى المسجد المسجد تاعه. ديالو. هذاك المسجد صبح نمط الهندسة المعمارية في الموند مسلمان. كل ما يجوا يبنوا يروحوا لهذاك الموديل اركيتكتورال كي دوني دونك سي لي كولون اي لا كوبول يعني أول مسجد اللي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم سي لو موديل في فوندامونتال. المدينة وهذا لو المنورة. موديل هذا تلقيه في لا موسكي دو كيروان. سي لو قيروان. مخدومة نفس كي يكونوا هاد يكونوا المدينة. وش فيها المدينة؟ فيها لسباس دو بوفوار وين يكون السلطة، نعم وكاين وين تكون الرباط نوع من الزاوية وين كوم اون يدرسوا، ايكول وين درس، نعم وكاين فيه مدرسة لوبيتال مش مستشفى. مستشفى، وكانت فيه المسجد، وفي جانب المسجد يكون الحمام ضروري. والحمام والسبيل العين نعم كانوا حبوس، يعني ما عندهمش مولاهم وبلاش، يعني تدخل تغسل مجانا مجاني لأن لازم تكون طاهر نظيف باش مطهر. نظيف باش تعبد. صح زادوا ضافوا للحمام ضافوا له حاجة أخرى الإيجين بور التعبدي، ولكن قالوا الحمام يداوي فيه دواء سخانة وتكييسة هذيك والتكسيلة هذيك دواء. نعم دونك دواء للمرأة ولا للراجل، مش غير للراجل برك. صحيح وافيسان كي تي ان غران ميدسان نعم راح هو ابن اللي يعطي سينا. ابن سينا، واللي راح يسر راح يعطي تسريح اون كلكو سورت للمرأة باش تعود تروح. اي دونك دون سو ليفر دونك تشوفي تكلمت على الاركيتكتور تاع الحمام كيفاش تبنى كيفاش يتبنى، وتكلمت على الاورينتاليزم جوستومون كيفاش لي اورينتاليست كانوا يشوفوا في الحمام، لان عمرهم بالعمر ما دخلوا لا الحريم وما يدخلوش للحمام وقت النساء. كيفاش تخيلوا. ils ont pris leur fantasme pour des réalités نعم ودخلوا في الحمام وبداو يعملوا في واحد الصورات اللي يعني ما تناسبناش نحن. صحيح فوالا صحيح هذه تاني تكلمت عليها. يعطيك الصحة. وكتبتي تاني كتاب على لي كونت، الحكايات وي والقصص، وهذا من الموروث يعني تاع فوالا هذا لا تراديسيون اورال. الثقافة تاعنا. هذا باتريمون. لو بروميي كوفري فيه 3 توم، نعم ولو دوزيام كوفري تاني 3 توم.
منين لقيتي هذه القصص يا كامل؟ اختي حنا شيء متعلمات وشيء تفكروني فيه وشيء في المحيط تاعي وين كبرت فيه ونعشت. يعني للأدب الشعبي تاعنا. رجاء شعبي شعبي كل شعبي. وفكرينا بعض الحكايات هكذا اللي كتبتيهم. الوغ اول مقيدش حكايه مثلا، كاين فيهم مقيدش قيد والهموم. الاولى سي ام طينه. ام طينه هذه قصه تاع مراه تجوزت مع ضابط تاع الجيش، وضابط تاع الجيش هذاك بنى لها الدار وسكنها في هذيك الدار، ولكن السلطان قال له لازمك تروح تحارب في بلاد بعيده. كيفاش راح يدير؟ مرته صغيره يردها لمواليها ما ينجمش، يديها معاه مع العسكر ما ينجمش، ما قال كيفاش يدير. ولا بنى عليها انتو بنى عليها قصبه ما فيهاش باب، وحط لها الدخيرة وبقات لوحدها الداخل يعني فيها جنان فيها نعم، ايه، ولكن هي محيطة بكلها بواحد السور ما تنجم ما يطرقوا طرق ما يسرقوا سارق. قعدت مسكينة هكذاك وحدها، تنوض الصباح تدور في هذيك الدار تروح للجنان تقعد ما داك ما عندها ما تدير. هاي نهار هي قاعدة وتشوف النمالة كيفاش ترفد التراب منها تحطه لهي وتعمل هكذا وتمشي وتروح. قلت والله النمالة صباح كامل وهي طارحة داخلة خارجة، حتى أنا دوك كان نعمل حاجة بيدي. هزت الطين وملست منها مرأة وسمتها ما طينة ولبستها وقعدتها كما تقولين انت فوق الزربية والمطرح وحطتها في واحد البلاصة بكم صابز تشوفها وانت دور تشوفها تونسها يعني. تونسها دور دويرة هكذا وتجي تقول لها ما طينة يعني تحبي قهيوة ايه، تجيب الصينية قدامها وتحط لها القهوة وتحط وتحسب وتشرب القهوة هي فيها هكذا. مطينا في كل يوم تقول لها حتى واحد النهار قالت لها مطينا راني حامل راني بالجوف. قالت لها بنتي تهضر هي ترد الروحة، نعم، بنتي ما تخافيش وسهل الحال راكي سخفتي على حويجة روحي طيبيها وجدي قشيشات ولي الصغير اللي راح يجيك وجدي روحك ما تخافيش راني هنا راني معاك تهضر ترد الروح هي. نعم. ما وكيكا كان تولد وتجيب وليد وتربي حطيته في حجر ما طينا وتروح تقضي وتزيد تجي تردعو حتى نكبر هذاك الولد. في كل يوم يجي يعمل حفرة في هذاك الحيط ويطلع، في كل يوم يعمل درجة نعم. ويطلع يطلع يطلع حتى وصل لراس لا توغ هذيك وقعد ويتفرج. هاو جا فيلق تاع عسكر جايز من تما، هز هو حجرة وضربها هكذا جت فوق راس القايد تاعهم، هز راسه وشاف تفكر بلي لا توغ هذيك هو اللي بناها. قال لهم كسروا حلوا الباب، حلوا الباب يلقوا المرأة قاعدة والطفل قدامها كبير برضه. ولا كبير كمان، ويلقى هذيك المرأة قاعدة. قال لها انت اني عرفتك وهذا ولدك وهذه شكون؟ قالت له أم طينة. هز السيف وضربها، ضرب راس هذاك أم طينة خرج الدود منها قالت له شفت هذاك الدود هذاك كون ما راحش يعني ما هدرتش لها وقلت لها كان يخرج مني انا يعني حجيتنا رحت للغابه والعام الجاي جينا صابه. هايلة ما شاء انت الله، قصرت لك كنا نحجي قصرتي بصح، الكعبه. هايلة والله غير هايلة. يعني الهموم نتاع هذيك الزوجة تهضر لها في هذيك كل يوم تكلمها رفدتها هاي أم طينة. دودت لها قلبها من الداخل. شفتي شفتي، يعني الإنسان لازم لازم ما ينجمش يعيش وحده الانسان. ايه، لا مورال يعني. لا مورال سكو العبد مخلوق للعبد. مخلوق للعبد ما ينجمش يعيش في قصبة وحده هكذاك، نعم، مستحيل مستحيل. واللقاء مع ولكن هي صابت الحل، والله هذه درس هذه عندها. لأي عبد يعني يشوف صعوبات باش في الحياة تاعو لازم يلقى الحل صحيح. باش يخرج من هذيك الأزمة. شتي هذيك الفلسفة اللي كانت عندها
ou la sagesse. Sagesse, voilà. Elle a Donc, accepté son avec sort, mais elle a son trouvé le sort moyen de s'en sortir. toute sa. Ou كيفاش تشوفي المقروئية اليوم مدام زبيدة؟ قليلة، نعم. قليلة، قليلة، pour ne pas dire ma inexistante. نعم. قالوا شيء من الحنة وشيء من طراوة اليد. شيء من الحنة، les éditeurs ne font pas, la distribution n'existe pas. Il y a نعم. tout un dispositif de publicité autour d'un livre. باش تشوقي لا لو ليكتور. بروموسيون. هي. هذه ما كانش عندنا، سي رار هكذا شوية، لا تلفزيون دو طون سون طون، طون سون طون. ولا في المدن يعني هي. الكبيرة العاصمة وشوية. وشي من دونك لو ليكتور بوتونسييل، واحد ما بيرسون لا فورمي على ليكتور. على بالك بكري نحنا نقرو، قرينا في المسيد نقرو على ليكول، دونك تعلمنا نقرو في ليكول، ولكن حنا تعلمنا تاني في لي بون ديسيني. صح. انا كنت نسرقهم الخويا، نسرق، انا كنت نسرق الكتب. نقول لك كيفاش تعلمت نقرا انا. انا كنت نجيب الكتاب من لا بيبليوتيك، نحطه في المحفظه تاعي، وكانت عندي اختي في الدار، نعم. والناس ربي يرحمها، حتى نسمع في اختي تحكي في واحد الحكايات، حكايات اخرى يعني، كنت من جابتهم هذوما. سالت انا، قلت لها شكون من جبتها؟ قالت لي من الكتاب اللي جبتيه انت هذاك. Je lui ai fait la concurrence depuis. Ah oui. عدت نخبي الكتاب نقراه انا دوفوار قبل ما تقرا هي. Vous avez rattrapé le retard. Rattraper le retard perdu. Et Non. c'est surtout, surtout avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Il y avait énormément de bandes dessinées, d'albums et de. Bibi Fricotin, les pieds nickelés, je ne sais pas, Tante Pim. Je vous cite ça comme ça. Et puis il y avait les albums pour filles. Collection. Marie-Claire, Marie-Claire avant d'être une revue pour femmes, c'était d'abord Oui. des albums pour de Enfant. véritables collections. Et donc, كنت نخبيهم انا ما نحبش نقراهم هكذا، نخاف خاطر في لي فاكونس ما نخرجوش نحنا. صح. لي فاكونس سكولير دون اون بتيت فيل ما يخلوناش نخرجو. إيه كان الكتاب هو اللي يخليك تسافري ايه ويخليك نخبي، تتخايلي. جو لي ستوكي دون ان كارتون. باسكو يقيلوا هما يعملوا لا سيست، إيه صح. وانا نجي تحت الدروج اللي ما شاء الله نقرا. ما شاء الله. جيتي اون ليكتريس. كيفاش ديروا اليوم باش تجلبوا الأطفال للقراءة؟ اللي بدا يخلوا الاولاد يعني تسهلي لهم. تسهلي له، تمهلي لهم له. وكاين تاني في المسيد لي ليكتور، يا لي بيبليوتيك، يفو ريفونير فيغ لي بيبليوتيك. Tout à fait. ايه لي بيبليوتيك سكولير، بكري لا بيبليوتيك سكولير في القسم كانت كانت اون عندنا ارموار وي كانت عندنا برك، سي تو. هذه في القسم وعندنا مكتبة في وفي المدرسة. المدرسة قل حاجة سي اون ارموار فيك دي، نعم. روحي خدي الكتاب واعطي 4 دور. كنت لا نعم. بتيت بياس نعم. هذاك، نعم. وندو هذاك الكتاب نقروه ونرجعوه، سي نعم. تو، نعم. ماشي حاجة يعني واعرة. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire dans les apprentissages. Oui. Dans les apprentissages. ورشات يعني. باللغة العربية ولا بالفرنساوية، أي لغة. نعم. Il faut faire la lecture suivie. Prendre un roman et le lire avec les jeunes. À haute voix. Et à haute voix et par épisode, c'est-à-dire par tranche, jusqu'à la fin. نعم. Apprendre à l'enfant à lire une longue histoire qui se suit. Moi, j'ai lu Michel Strogoff. Je l'ai lu en classe avec l'enseignante, par petits bouts, comme ça. Et j'ai aimé, parce que j'ai trouvé ça fabuleux. نعم. وكاين مواضيع تانيك اللي تهم الطفل. Bien sûr. مواضيع في المجتمع اللي عايش فيه. اللي تهمه، اللي لازمه يقرأ، ولازمه يتعلمها، ولازمه يقرأها. تدخلي للعلم par l'oral, c'est vrai, التربية في الأسرة وكل شيء، ولكن تدخلي للعلم بالقراءة. On نعم. entre dans le savoir par la lecture. نعم. وراكي تشوفي يعني في كل الأحياء الشعبية ولا غير الشعبية مكتبة ما يمشي كانش ليها مكتبات، ماتوا الأولاد. المكتبات. أنا كنت الوزيرة الأولى والثانية، وهذا ما على باليش كيفاش حاولت نعم. ندخل. وأنت كنت إطار يعني سامي. حاولت ندخل الفكرة تاع لو شيك ليفر. Un chèque, c'est-à-dire qu'on a un chéquier de 4 chèques.
عندنا 8 مليون دانفون سكولاريزي، 8 ملايين، ونعطو ان شيكيي فيه 4 شيك، الشاك كيلاف من الابتدائي حتى التيرمينال. الى الدروا داشتي، يروح المكتبه يشري بالشيك الكتاب اللي يعجبه، يشارك ب 20 دينار بوتيتر، باش تبقى فيه هذاك ليدي بلي الكتاب يتشرى عنده قيمه. نعم، يشري 4 ليفر باغون. نعم، ولو ما يقراهمش يستفهم ليه لازم نهار يقرا كتاب. تحتم من الواجب باش نقراو كتب لكتاب مثلا جزائريين، ديب، لا غراند ميزون، على باليش انايا، وازا كوم سا، فرعون، و اوتر. الاغلبيه تاع ولادنا يعرفوا كل العربيه، يفو سو روندغ ليفيدونس، دونك يفو تخدوير. لا تخدوكسيون اي ان انسترومون دو سيركولاسيون دو سافوار. نعم، صح. في المدرسة أنا كتبت، أنا كتبت هما دوما بالفرنسوية، بس ما نجمش نكتب العربية. أنا ما إيه، لازم يترجموا. لازم نترجم. نعم، لازم ندخلوا بلا لونغ فرونسيز، مي أوسي بلا لونغ عرب. إي صح. المشكل ما راهوش في اللغة مدام زبيدة، كاين اللي يقرا بالعربية وما يقراش الكتاب. لا، معلمين ما يقروش. وكاين اللي يقرا بالفرنسية وما يقراش الكتاب باللغة الفرنسية. هذه هي المشكلة. ما عادوش يقروا. لماذا؟ لان ما كانش في الدهن تاعو. صح، عندهم المواد بكثره في ان كلاس، لي زونفون ان كلاس ليكول دون دون اون اني سكولير، لا بوكو دو لانغ ابوندري، بوكو دو ديسيبلين، ما عندوش الوقت بقول الوزير. لا ليكتور سي اوسي دو الوزير، دو بليزير. هذيك النقطة باش يجيبها لازم يخفوا عليه بلي الوزير بشوية بالفنون، من الرسم، المسرح، الموسيقى. لي بارون سونت اون في المدرسة، سو سون لي بارون كي سونت اون كومبيتيسيون، ويطبعوا في ولادهم باش يجيبوا هذيك النقطة. ونسو نسو لو كوتي هومان، دونك دي زابرونتيساج لازم يكون فيها للوزير، ما يكونش فيها للوزير. ما سا دوفيان روبو ابخي، فوز افي ان روبو. صح. فوالا. وتشوفي انت يا مجتمع بدون كتاب، بدون كتابه. نخاف منه انا. نعم. نخاف منه. مجتمع اللي ما يقراش وما يتثقفش عبر الكتاب. لازم تخافي منه. والكاتبة عمرية زبيدة عندها علاقات حميمية مع كتاب جزائريين أخرين. دي زيكريفان. Je parlais tout à l'heure avec un ami d'une dame que je respecte, que je salue là, Madame Bekhaï Fatima, qui a une très belle plume et qui a écrit une trilogie Izourane. Que tous les Algériens, kbir ou sghir, doivent lire. Bach ya3rfou chkoun hom. Elle a fait un travail fabuleux, magnifique. Trois ouvrages magnifiques que les enfants et même leurs parents doivent lire. Lo kan ykoun عندك khatem Sayyidna Souleyman wala Asa Sayyidna Moussa, wach tghayri fi el mojtema3a el jazairi? Haja wahda. خمم شوية، خمم شوية. هاي نغير لا رولاسيون ما بين ليكول اي لا سوسيتي. ليكول اي لو ليو دو فورماسيون، مهما تعملي هذاك هو النمط تاع المسيد تاعنا اليوم. ما يتمشاش مع واش كاين في العالم. نعم، لان لازمنا نخمو على ولدك وبنتك وكيفاش راح ينسجموا في العالم. نعم. Aujourd'hui, on a une pensée planétaire. Tout à fait. D'ailleurs, c'est très simple. نعم. Travers le monde, ils se sont rendu compte que le fikr, d'une façon générale, la pensée n'est plus stable. Bekri, tout était stable, le déterminisme. نعم. Aujourd'hui, non. C'est mobile. Aujourd'hui, on découvre quelque chose. Le lendemain, peut-être le surlendemain, fait un jour à trahir. T'as même les kitab chifti.
C'est une pensée mobile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour former le jeune aujourd'hui? Il faut le former avec la capacité de s'adapter, l'adaptabilité. Aujourd'hui, c'est ça le maître mot de l'éducation. L'adaptabilité. وين يروح لازم يكون قادر يلقى بلاصتو. نعم. باللغات، بالعلم، بالكومبورتمون، بالسافوار-فير، لازم يكون منسجم على العالم كله. العالم، مش في بلاد ولا في قرية نعم. ولا في نعم. أو بيان رانا مشاركين في العالم هذا أو بيان رانا مهمشين. نقعد معزولين. كيفاش زبيدة معمرية تشوف الصفوة والنخبة المثقفة في الجزائر المبدعة؟ أنا دادي نشوفها وين؟ نشوفها كي تروح للخارج، هي الأولى، هي اللي تهز المشعل. نعم. وعلاش نحن هنا ما عندناش هذه الروح اللي نستعرفوا لو بالانتليجنسيا تاعنا؟ تالون لو... الانتليجنسيا كمان. نعم نعم سير على لونيفرسيتي كونفورمي ناتيف. سي المثقفين تسيبيهم يخرجوا نخبه تخرج تصفى تصفى حتى تخرج. نعم نعم نحن حتى يخرجوا في الخارج باش نعلموا بهم باش نعرفوهم شكون هما. يعني الصفوة غير مسموعة داخل البلاد ويخرج ولما يشوفي أول وبرا. اللي يخرج لبرا نعم يولي هو مول الدار نعم ويستعرفوا به ويعودوا يسموه اسمه مذكور في كل ناحية. وعلاش؟ يعني دونك نحن ليكول تاعنا لونيفرسيتي تاعنا الفورم نعم مش مدعم وميا بصح العبد هذاك اللي يخرج من لونيفرسيتي تاعنا ما تعرفوش بيه، ما تعرفوش بثقافته، ما تعرفوش بالقيمة تاعو. فينا هذه يلا غالب بالك شي تغيرونها ما على باليش. إن شاء الله إن شاء الله. عندي بعض الأسئلة لو سمحتي تجاوبيني باختصار. نحاول. ما هو مفهوم السعادة بالنسبة لك؟ السعادة لما تكون عندك الصحة تاعك تميزي بصحة جيدة، هي دي أول حاجة. نعم. باش تذوقي ابخي تفهمي واش هو معنى الاسره ومعنى الجار ومعنى الحب ومعنى لان قطعك انت جسدك سليم وعقلك سليم الباقي كله يجيك حلو. نعم. ما هي قمه السعاده بالنسبه لك؟ لو كون فيلوزوف الان il dit le bonheur est comme mes lunettes. Je les porte sur mon nez et je les cherche partout. C'est-à-dire, Saada, elle est à portée de main. Elle est là, elle est là. Comme les lunettes sur le... Il ne faut pas la chercher très loin. Saïda, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Je suis très optimiste. فارغة وفارغ نعمره إن شاء الله نهار مليان ترك مليان هذا كله نهتم به. نعم. وما هي قمة التعاسة والشقاء بالنسبة لك؟ Lorsque je vois un enfant souffrir. نعم. Non, je ne peux pas supporter la souffrance d'un enfant. D'ailleurs, nos trottoirs sont pleins d'enfants africains. Je les vois. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. نعم. الحب وزبيدة معمرية عنده بلاصة كبيرة في قلبي وفي عقلي وفي راسي. Moi je suis une personne qui aime son prochain. Oui. Et j'aime facilement. Moi j'ai pas de problème de ce côté. الخصلة اللي تحبيها عند المرأة وشنو هي؟ Sa résistance. Elle est très résistante. ما تطيحش من وهر الضربة المرأة. Malgré tout ce qui peut arriver, la femme est très, très résistante. ترفض الدرك. والصفة اللي تحبيها عند الرجل. الرجل. Je suis comme ça. Je suis pour l'égalité, mais je préfère quand même que l'homme soit homme. Je ne veux pas منحيلو شرطو جلا تاعو. Il y a des personnes qui veulent rendre nos hommes. Non, je refuse. نعم. Pour un homme, c'est un homme. والخصلة تاع زبيدة معمرية وشنو هي؟ Ben, tout simplement, aider mon prochain. Faire du bien autour de moi. Voilà.
ولو كان ترجعي للبداية ديالك والطفولة ديالك، تختاري نفس المشوار اللي اخترتيه ولا تعيشي حياة أخرى؟ فيها حاجات نغيرها، فيها حاجات avec l'expérience. مثلا مثلا Oh, j'aurais eu une grande famille, une famille nombreuse. نعم. Je n'ai eu qu'un seul garçon. الله يبارك. Oui, oh, Mais معود vous بعشرة êtes يا. grand-mère Oui, deux jumeaux, وجاب لك deux les jumeaux, petits deux enfants. jumeaux. الله يبارك. Par contre, j'aurais aimé avoir une fille. والله J'adore mon fils, j'aime bien, j'aime ma belle-fille, mais j'aurais aimé avoir une fille. واش تسمعي موسيقى؟ انا نحب المالوف. الله انا المالوف طيب في الطنوبيل بتلقى غير المالوف. الموسيقى الراقية انا المالوف ما شاء الله. جادور. الكتاب الأخير اللي قريتي؟ Oui, j'étais en train de lire un livre qui m'a déplu. D'ailleurs, je n'ai pas pu continuer. Parler. J'ai vu le titre Khadija. Je me suis dit, je vais lire. C'est bon. Mais Non. j'ai été déçue. Il y avait des contre-vérités. Je n'ai pas aimé. Oui. Je ne dis pas le nom de l'auteur. Je vois lequel. Oui. Ou في السينما واش هو الفيلم اللي تحبي تشوفيه؟ Je vous cache pas que je regarde beaucoup les séries turques. Parce que je trouve qu'ils maîtrisent l'art visuel, نعم. le décor, la prestation, l'adat. Nous sommes un peu plus loin. واش يخصنا؟ Peut-être qu'il faut plus d'expérience, parce qu'on a rompu avec l'art. نعم. واش هو المكان اللي ترتاحي فيه؟ vous ressourcez ou Ma maison. والله Je suis bien dans ma maison, j'aime ma maison. لباس المفضل لزبيدة معمرية؟ كنا نقول لك الجبة تقول لي سي نورمال. ايه نورمال. سي نورمال. Bon, je suis tout le temps en pantalon. Moi, je trouve que la femme en pantalon, elle est plus à l'aise. الأكلة المفضلة لك؟ كنا نقول لك تاني تقولي لي سي نورمال. على بالك انا احنا دوكا وقت ربيع. يعني نعطيني كسرة رخسيس والتمر واللبن ونحي لي الصفرة ونحي لي لو كان تروحي سوغ نيل ديزيرت تعيشي فيها واش تدي معاك؟ الكتب لازم نقرا. انا كنت ما نقراش تخصني حاجة. كلمة أخيرة للجمهور اللي هو يشاهد فيك اليوم. اقرا لأن كي يقرأ يتعلم، وكي يتعلم يكون عنده بلاصة في المجتمع ويكون عنده بلاصة في الكون. ما يقرأش يبقى مهمش. يعطيك الصحة الله زبيدة يسلمك يا معمرية على هاجر. حضورك ومجيئك في هذا اللقاء الشيق. تجوزنا وقيت لا لا ممتع ممتع وإحنا وحاولت استفدنا. نهضر بالعربية وما نغلطش. على بالي تتهدري بالفرنسية، الرسالة لحقت. إن شاء الله نتمنى لك المزيد من النجاحات أمين. وانتي زادة وإلى فرصة أخرى إن شاء إن الله. شاء الله. ربي معلش لا يحفظك. شكرا. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، تلحقنا إلى نهاية هذا العدد. إن شاء الله كنا ظراف وخفاف، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. نشكر الفرقة التقنية اللي رافقتني اليوم وعلى رأسها وليد زيتوني. نخليكم في أمن وأمان، سلم وسلام، وإلى الملتقى القريب إن شاء الله.